ارتفاع بدرجة مئوية ونصف الدرجة هو الحد الذي طالما حذر العلماء من أن تتجاوزه درجات الحرارة العالمية. فما بالكم إذا وصل هذا الارتفاع إلى 3 درجات؟ نتائج كارثية وعواقب وخيمة تحدث عنها علماء المناخ لصحيفة الغارديان في حال وقع ذلك السيناريو الذي لم يكن مستبعداً وفق حديث المختصين. الغارديان كشفت بالتفصيل المراحل التي سيمر بها العالم للوصول إلى 3 درجات مئوية. عند درجة حرارة 1.5 درجة مئوية تشتد موجات الحر والعواصف وتموت الشعاب المرجانية الاستوائية ونصل إلى نقطة انهيار الغطاء الجليدي. وعند 2 درجتين مئويتين تزداد أضرار الفيضانات بمقدار الضعف. أما عند 3 درجات مئوية فمدن مثل شانغهاي وريو دي جانيرو وميامي ولاهاي ستصبح تحت مستوى سطح البحر. وفي حال تفاقمت الكارثة وتجاوزت درجات الحرارة العالمية 3 درجات مئوية فتأثير الصدمات المناخية سيمتد إلى جميع أنحاء العالم. سيشهد العالم نقصا حادا بالغذاء والمياه وسيزداد عدد اللاجئين الفارين من التغير المناخي.